بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله بداية دروس الوحدة الرابعة، والوحدة دي يا محمد بتتكلم على الهندسة، وحدة المحيط والمساحة من كتاب التأسيس السليم. ويلا مع بعض نروح لبداية أول درس. وأول درس بيتكلم عن مين؟ أول درس يا ولاد بيتكلم على إيجاد المحيط. يعني إيه المحيط يا مستر؟ هقول لك يعني إيه المحيط، بس ناخد السؤال الاستكشافي. ضع دايرة على المستطيلات وخط تحت المربعات، دي رسمة ايه؟ مربع، ودي رسمة مثلث، ودي رسمة مستطيل، ودي رسمة دائرة، وده مستطيل، وده مربع معوج، وده مثلث، وده شبه منحرف. وهسيبك انت تعمل بقى الدايرة على المستطيل عشان ما شوهش الكتاب، والخط على المربعات. ويلا نبدأ في محيط المستطيل. وقبل ما ناخد محيط المستطيل يا أبو حميد، هناخد يعني إيه معناه؟ المستطيل يا أولاد هو شكل رباعي، وهو اللي مرسوم قدامنا ده. الضلع اللي فوق قد الضلع اللي تحت، الضلع اليمين قد الضلع الشمال. طب ده الطويل يبقى اسمه الطول، بالإنجليزي لينس، علشان كده اختصار الطول ال، ده ال وده ال وقد بعض. طب القصير اسمه العرض، وده برضه العرض، والعرض بالانجليزي ويتس، علشان كده كلمة الدبليو او حرف الدبليو هو اختصار لمين؟ للعرض. والمستطيل يا اولاد كل ضلعين قبال بعض قد بعض، وجميع زوايا متساوية في القياس، كل زاوية من دول 90 درجة، عنده 4 زوايا قائمة 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 قائمة، كلهم متساويين، الزاوية ب90 والأربعة مع بعض ب360 درجة. طب يعني إيه محيط المستطيل يا مستر؟ محيط المستطيل بالبلدي يعني طول الخط الذي يحده من الخارج. تخيل كده إن دي علبة خشبية، وإنت رحت جايب دبارة وماشي بالخيط داير ما يدور، ورجعت قست طول الخيط، أهو طول الخيط هو محيط المستطيل. طب بنحسبه ازاي يا مستر حامد؟ يجي ولد على قد بيقول نجمع الطول والعرض والطول والعرض، ليه يا حبيبي؟ يقول لي ما هم 4 أضلاع يا مستر، الطول مرتين والعرض مرتين. أقول له تمام. يجي ولد تاني يقول مجموع أطوال أضلاعه نجمع الـ4 خطوط، أقول له تمام. طب مين الولد الأشطر اللي يعمل القانون ده يا ولاد؟ الطول زائد العرض، ونعمل عليهم سندويتش، ايه الكل في 2؟ وكلمة الكل ما بتتكتبش ولكن تتنطق. طب يا مستر حامد ما تفهمنا ده جه ازاي؟ مش في الرسمة يا ولاد فوق الطول مقرر مرتين؟ اه. والعرض مقرر مرتين؟ اه. خدت طول واحد وعرض واحد وجمعتهم وارجع اضرب في 2، يبقى قانون محيط المستطيل اللي هنحفظه ايه؟ الطول زائد العرض الكل في 2. طب لو عايزه بالحروف، ال ال زائد الدبليو الكل في 2، ال ال هي اللينس الطول، والدبليو هي الويتس العرض. امال يعني ايه بي؟ بي اللي هي المحيط، بالانجليزي بيراميتر، اهو للطلبه اللي بياخدوا ماث، المحيط اختصاره بي، بيراميتر بالانجليزي. الطول اسمه لينس اختصاره ال، العرض اسمه ويتس اختصاره دبليو، ولازم اعرف القانونين بالعربي والانجليزي. طب لما يقول لك بعد المستطيل يعني الطول والعرض، الطول ال والعرض ويتس اسمهم بعد، اخرها الف الاثنين يعني مثنى. تعال نخش بقى في المسائل. مستطيل طوله 5 سنتي وعرضه 3 سنتي، اقول له استنى اما اشكرك، يقول لي بتشكرني على ايه؟ طالما الراجل ادالك الطول والعرض يا حبيبي يبقى راجل طيب وابن حلال. طب ليه طيب؟ لان اقدر اجيب المحيط على طول، وعمه بيسال على المحيط، نكتب القانون محيط المستطيل. الولد اللي بيحل حل بدائي يقول ال زائد دبليو زائد ال زائد دبليو، 5 و3 و5 و3 والمجموع 16. طب اللي عايز يحل بالقانون، ال زائد الدبليو الكل في 2، 5 زائد 3 ونقفل الساندويتش ونضرب في 2، 5 و3 8، 8 في 2 ب16، يبقى المحيط 16 سنتي يا ولاد. ولازم المحيط سنتي سادة،
تعالى الواحدة كمان، شايف المستطيل ده؟ أيوة يا مستر شايفه، ده مستطيل، الطول بستة والعرض بتلاتة، إزاي نجيب البي اللي هو المحيط؟ أقول له سهلة، نجمع الستة والتلاتة ونضرب فيه اتنين. طب لو بابا ولا ماما سألوك ليه ضربت في اتنين، تقول له لأن الطول مرتين والعرض مرتين، ستة زائد تلاتة تسعة، واضرب في اتنين تبقى الإجابة 18، يبقى محيط المستطيل هنا قد إيه؟ 18 سنتي يا ولاد. ده بالنسبة للمستطيل. نيجي لابن عمه المربع، المربع أهو قدامنا، أضلاعه متساوية في الطول، ده قد ده قد ده قد ده. طب كل ضلع اسمه إيه؟ اسمه طول الضلع إس، طول الضلع اختصاره اس يا ولاد. طب المربع عبارة عن ايه؟ شكل رباعي، اضلاعه متساوية في الطول. طب وزواياه؟ متساوية في القياس. خلي بالك يا بطل، الولد اللي بيتلخبط، الولد الشاطر اللي يقول اقول له الاضلاع بتتساوى في ايه، يقول لي في الطول عشان خطوط، الزوايا بتتساوى في الايه، في القياس، وقياس كل زاوية 90 درجة، وهم 4 زوايا قائمة زي المستطيل. طب يعني إيه محيط المربع؟ هو طول الخط الذي يحد الشكل من الخارج. طب بنجيب محيط المربع إزاي؟ يجي ولد يقول سهلة، نجمع ال4 أضلاع بدام قد بعض، طول الضلع زائد طول الضلع هو 4 مرات. أقول له إجابتك صح، يعني لو بخمسة اجمع ال5 4 مرات، لو بستة اجمع ال6 4 مرات. يجي ولد يقول مجموع أطوال أضلاعه، صح. ولد يقول إس زائد إس زائد إس 4 مرات، صح. أمال مين الأشطر اللي يقول ده؟ بدل ما يجمع 4 مرات يقول نضرب طول الضلع في 4. طب بالإنجليش نضرب إس في 4. يعني إيه إس؟ طول الضلع بالإنجليزي سايد، طول الضلع بالإنجليش اسمه سايد واختصاره إس، المحيط بيراميتر واختصاره بي. ويلا نروح لمسائل المربع. والمربع يا ولاد حالة من حالات المستطيل، المربع زي المستطيل ولكن عنده ميزة، يقول له أنا أبعادي متساوية في الطول، الطول ال والعرض دبليو الاتنين قد بعض عند مين؟ عند المربع، عشان كده سميناه طول الضلع سايد. مربع طول ضلعه 8 سنتي، احسب المحيط، ده راجل طيب وابن حلال، طالما ادالنا الضلع نقدر نجيب المحيط. الولد اللي بيحل على قده يقول الاس 4 مرات ونجمع التمانية 4 مرات 32، والولد الشاطر يقول اس في 4، 8 في 4 ب 32، يبقى محيط المربع 32 سنتي. مربع قدامنا ده ايه؟ مربع طول ضلعه كام؟ 5، يبقى نضرب كام في كام؟ الاس في 4، الاس طول الضلع. طب ما الضلع بخمسة، يبقى 5 في 4 ب 20، واللي عايز يكتب التمييز يروح يمين ويكتب 20 سنتي. تعال نشوف المسألة دي، سارت نملة الخشب في محيط 60 سنتي، عايز الأشكال التي يمكن أن يكون محيطها 60 سنتي، عايز كذا شكل لل60 سنتي. نعمل إيه يا ولاد؟ نجيب نص المحيط، مش المحيط كله 60، نقسم على الاتنين، يبقى 60 على 2 يبقى 30. كلمة نصف المحيط يا ولاد يعني الناتج اللي طلع ده يخص مين؟ يخص الطول والعرض بس، لأن المحيط كله طولين وعرضين. طب نص المحيط يبقى طول وعرض بس، طب ازاي افك ال30؟ ولد قال 15 و15، اقول له تمام. ولد قال 10 هنا و20 هنا، اقول له تمام. ولد قال 5 و25 يبقى 30، تمام. يبقى احنا عملنا 3 اشكال مختلفة يا ولاد، دي مسائل مين؟ لفظية. تعال نشوف المسألة دي، ايهما اكبر في المحيط، المستطيل اللي بعدينه دول ولا المربع اللي طول ضلعه 7؟ اقول له والله ما اعرف، انت بتقول لي مين اللي اكبر في المحيط؟ قال لي ايوه. اقول له ما اعرفش، يقول لي طب وعشان تعرف اجيب محيط المستطيل لوحده واجيب محيط المربع لوحده، وبعد كده يا ابو حميد اقول له مين الكبير؟ محيط المستطيل الطول زائد العرض الكل في 2، يبقى ناخد ابعاده 8 زائد 6
الكلي في 2 8 و6 14، اضربها في 2 يبقى 28 سنتي. طب نيجي المحيط المربع، طول الضلع في 4 يبقى 7 في 4، يبقى الإجابة 28 سنتي. الأكبر محيط إيه؟ أقول له لا يا عم، ده طلعه إيه؟ طلعوا متساويان في المحيط، مفيش كبير ولا صغير. اللي بعدها سيبالك تحلها واسيبك تحل، فكر، ويتبقى لنا حلقة لحل تدريبات الدرس بإذن الله.